اجمل منظر يا جماعه، شوفوا منظر الحمام رائع، اكننا في بلاد بره، حاجه تحفه تحفه. بص الراجل جايب لهم القمح والذره، حاجه منظر جامد جامد جامد. كل اللي بيجي هنا بيجي ياكل الحمام، حاجه جامده جامده جامده، من غير ما تسافر بره بقى، كله موجود هنا في مصر، شغل فاخر من الاخر. بصوا الروعه عامله ازاي، بس كل الناس بقى حاطه لهم هنا ميه، واللي يجيب لهم ذره، محدش يفكر ياخد حاجه. شيء رائع 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 يعني. اهل الخير اهم، جايب شوال اهو، جايب لهم الميه. هيعوروني بص. ايه ده ايه ده، اه بيطيروا قدام الموبايل. لازم التايب بحط لهم الميه.